يقول: يوم من الأيام وأنا على المحادثات في جوال البلاك بيري، يسر الله لي شاب من الشباب تعلق قلبه بالأغاني، بالجلسات، بالسهرات عبر البالتوك ومواقع النت. فساد في فساد في فساد، رحماك يا رب. يقول: وأنا أتحادث معه يسر الله عز وجل وانشرح صدره، ترى حنا يا إخواني يا شباب لا نملك الهداية، ما يملكها إلا الواحد الأحد جل وعلا، علينا البلاغ والهداية بيد العزيز الحكيم. يقول أخونا: وفعلا بديت أذكره بالله، يا فلان أذكر نعم الله، يا فلان تب إلى الله، يا فلان أقبل على الله، يا فلان يكفي يكفي. إلى متى إلى متى وأنت على هالحال؟ يكفي خلاص معاصي، يكفي ذنوب، يكفي كبائر، يكفي مخدرات، يكفي أغاني، يكفي تبرج يا نساء ارحموا الشباب، يكفي تبرج، يكفي عباءات مخصرة، يكفي لثام، يكفي كشف للوجوه، يكفي حرق لقلوب الشباب. لن تسلم ذمتك يا أمة الله من تضيع الشباب وأنت المسؤولة عند الله يوم القيامة. كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تظن يا شاب أنك معذور، لا والله ما أنت معذور. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول أخونا: ولا زلت أقول له يكفي يكفي، استجب لله. يقول أخونا: فضل الله أرسل لي وقال بالتوبة، ودي أتوب، أنا فنان مشهور كل يعرفني من الشباب، ودي أتوب. أخونا جزاه الله الجنة، سعى معه وانتهى الأمر، يتصل بمرة أخرى ويقول: أبشرك إني تائب لوجه الله، أبشرك إني تائب لوجه الله، أشهد الله وملائكته أني تائب لوجه الله. الله أكبر. أبشر بالخير يا حبيبي، أبشر بالخير يا غالي، أبشر بالخير، جعلت فداك. يقول أخونا: وتركته، رجع بعد فترة قال: الحمد لله لكني خايف من الله. وش عندك؟ قال: عندي أغاني على اليوتيوب، على البالتوك، مواقع النت، وانا تايب وخايف من الله، وش اسوي؟ قال اخونا: يا فلان اعلمك الطريقة وتمسحهم الان. وبالفعل دخل اخونا ومسح كل المقاطع، واتصل بعد فترة باخونا بنفس اليوم وقال: ابشرك النار اللي بقلبي طفت، النار اللي بقلبي طفت. الله أكبر يا تائب، الله أكبر يا حبيب الله، الله أكبر يا من بعت شهواتك لوجه الله جل وعلا، ربح البيع، والله ربح البيع، لأنك عاملت رب الأرض والسماء. يقول أخونا: فأغلقت السماعة، الساعة 8 الصبح، يتصل علي تائب، فناديته بلقب كان يحبه، فقلت له: يا فلان. قال: أنا المشتاق لله جل وعلا. الساعة 11 الظهر في نفس اليوم يتصل أخونا فيقول: وينك يا فلان؟ فيرد عليه أخوه ثم يقول له:
يا فلان والله العظيم إن فلان غسل وكف ودفن ومات رحمه الله. يا الله ما أحلى الميت، يا الله ما أحلى الإقبال على الله. يقول أخونا ما صدقت، قلت له احلف بالله أنه مات، قال والله أنه ركب سيارته، تدرون وين يبي؟ ما يبي فساد ولا يبي حرام ولا يبي أغاني، يبي روح هناك بيت العزيز الحكيم يطوف بالكعبة المشرفة، يبي يعلن القرب من الله جل وعلا. خرج بسيارته في غفلة عين، اصطدام يؤدي إلى وفاته. يحضنه أبوه لصدره ويقول والله ما كنت مصدق أن ولدي فلان يبي يموت هالميتة، ما كنت مصدق أنه يطلع من الدنيا بهذه الميتة. رحمه الله رحمة واسعة، ترك كل شيء لله. فيا حبيبي اسمع كلام من أحبك في الله، اسمع كلام من خلقك فسواك فعدلك، اسمع كلامه فإنه يريد لك الجنة، يريد لك الخير. فهل جهزت نفسك أن تلقى الله على ما يرضيه؟ استعد استعد، فالموعد بإذن الله هناك في الفردوس الأعلى.